التيبات وشفت المعلم ينشط هاي هاي وال هاي واذا واذا انتظروا المفاجأة انتظروا المفاجأة مع 20 ديسمبر باذن الله ستكون مدوية بكل المقاييس. قبل هذا نسمعوا صديقنا رامي اش حضر لنا في الرادار. مجلس نواب الشعب في تونس معروف يلم النخبة الزبدة نتاع المجتمع تلقاها غاديكا ثقافة سياسة اقتصاد أفكار واللي هم من هذايا الحكمة. أوه يدوخوك حكم تسمع جمل غاديكا لا شعر. وإن دل على شيء فهو يدل على أن الأرقام والنوايا شيء والسياسات شيء وآخر. الله عليك يا عليا بالعيد تيشني خرج لي نبيها كراولي اللي فيك تيها والجو الشيخة مو بذي الشعر من قبل لا عندك الفازة هذه لا وشفت العمقة شفت الفكرة معروفة هي راه خاطر الحكاية تنجم تكون شيء أما عادي على الأخر تولي شيء ورد بالك راو تنجم تولي زادة شيء لا واضحة معنا ينفجوك احنا في كل وقت معنا عليك حتى مزية يا ودي في تونس ما عادش تستغرب شيء يا تصدق ولا ما تصدقش ولينا نضحكوا على حاجات قسما بالله ما ضحك عليهم حد في العالم الكل. كورونا اللي بقدرها يا رسول الله وباء والعالم الكل مسكر وصار فينا الناس الكل وفي الوطن يا قسما بالله الضحك قبب على الكورونا بتعوذني يا ضيا او يتجند حتى يكافح هذا الفيروس. اذا ما خرجناش من الفيروسات بالطبيعة مع فيروس كوفيد اللي يحتضنهم بما انه تقريبا قريب نسكروا العام على فيروس كوفيد. اه لا ريت الجو عاملين لها انيفرسير قسما بالله قول انيفرسير ولد اختها لا فرحانه بالكورونا وعيد ميلاد الكورونا جو 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 شيخه اللي احنا نحتفلوا كذا ماله ان شاء الله يا رب يكون عامتي حياه بخير يا كورونا ان شاء الله. قريب نسكروا العام على فيروس كوفيد وباقي نقعدوا نفاجئوك ومعنا عليك حتى مزي هاي اختك من الكورونا مارادونا العالم الكل يحكي عليه كيفاش توفى في الايامات وكيفاش كان يكور وكيفاش هز كاس العالم وكيفاش العباد تحبوا احنا لا موت مارادونا عمرنا ما غزلنا له مغاديك احنا نغزروا له دوسيات مارادونا مونتاليتي هادي زعيم معنا حتى مزية. جات زوجته معاه لكن زوجته خلت تقريب بعد نص ساعة لما دخلت عملوا عركة بلغتهم كيفاش جيت مخر وانا كيفاش ندخل الدار بهكا اللي فهمت وكذا قعدنا نتفرجوا عندنا باش يقولوا مصلي على النبي لكن ما يفهموش معناها مارادونا ومرته تعاركوا في دارك تعاركوا في داري خاطر هي جات مخر. اه ريت الجو والدوسيات لا هادي هادي فقرة باباراتزي اللي مشات لها جات كوبي كل اللي يعجبك في الحكاية ذي الكل اجابت عادل بوهلال يا بابا على الفطانة. هنا المفروض سي علي انت كنت حكم تبكلا فطن وذكي تصلح بيناتهم قلت لهم صليوا على النبي بالعربي هما يتكلموا بلغتهم مالمو حكم دونك يصلح بيناتهم كيفاش بلي كيف فما راجل محطوط على الحكايه ذي من عادش يعملوا يظفر له فوت هي جات مخر هي خرجها ورجو يعطيها ورقه حمراء ولا لا اخرج من داري انت جاي مخر تي شنو توا يا عاد ركز ليه ضغطت على نفسك وخرجت تبقى مذيع ليه تتحدى الطبيعه وبالله احنا حلينا باب الاساطير في الكوره حلينا هات خلينا نحكيوا شويه تبع النص البدوي اوه على نصوره راهو كان اسطوره كبيره في تونس اهلي ما يعرفش اه لا لا مش في الكوره في حاجه اخرى هي. تفضل. ناس البدوي حارس مرمى عريق حكمت له وهو يلعب في مستقبل البرسا ضد سكك الحديد الصفاقسي حديد الصفاقسي يلفوه الاصفر وشويه يكحل سي ناس البدوي خرجنا باش نثبتوا الازياء نلقاه لابس فانيلا صفراء بعثوا المساعد قلت له غير الفانيلا جاني حجه ملابس قال لي سي علي انا راهو المريول ما نبدلوش يا ولدي 10 ملاعبيه باش يبدلوا قلت له مش معقول قال لي لا انا هذايا مستبخت به ونلعب به قلت له انا باش نعطيك حل هذاك الحل الوحيد راهو البعبي مش يبدل انت تلعب مريو الاصفر ها باش البس مريو خلع ابيض واه بتلعب الله الله للموضه عنوان انت شنو هي الجو هذا يا ربي فيرساتشي يدور معانا في البلاد وشوفك وسع البال خلع بيضة على مريو الاصفر فوق شنو فوق سروال اكحل طويل الله مصلي على النبي زازار يدور في التيران حاجه تحشمك باش تمركي لها تدخلك بعضك راس كراس الجول برافو الناصر باش نقول لك بس ايش ياك ديان والله العظيم كنت متوقع منك دي اقل بدله عندي أني مرضيتش أجيب بقية البدل من البلد عشان شعور الزملاء. تحية لصديقنا رامي.